مصر أعلنت إن إحنا حققنا أعلى إنتاجية في هذا الموسم، وخاصة من الموالح، واحتلينا مركزة متقدمة جداً في تصدير الموالح على مستوى العالم الأولى. وده راجع لنجاح المزارع وشغله واجتهاده وعمله. وعلى فكرة طبيعة الزراعة ما هي سهلة أبداً، وإنت بتتكلم على موسم طويل بتجتهد فيه وتبقى منتظر في نهاية الموسم تشوف نتيجة هذا المجهود. إحنا موجودين معاكم في المكان ده، دي لتاني مرة أو لتالت مرة كنت بتابع معاهم خطوة بخطوة، من أول ما ابتدينا نشوف مشكلة في ارتفاع نسبة الملوحة في المياه والتربة، البحث عن حلول، البداية مع تركيب أجهزة معالج المياه المغناطيس لشركة دلتا ووتر، هي تقنية جميلة جدا. جينا بعديها بفترة الحاج حمادة قال لي على فكرة النتائج مرضية، بس أنا لسه برضو بقيم وبتابع. النهاردة احنا ثلاث مرة نبقى موجودين، ثلاث مرة. بشكرك من الأول، عامل إيه؟ الحمد لله والله تمام. بس عايزين نفكر المشاهدين احنا فين بالظبط. احنا كده في الكيلو 133 بالظبط، طريق مصر اسكندريه الصحراوي، كيلو 133 طريق مصر اسكندريه الصحراوي، منطقه النبريه. المنطقه دي من المناطق الجميله جدا، انا بعتبرها مدينه زراعيه كبيره وقويه. لو انا جيت اتكلم على المشاكل اللي كانت بتواجهكم في البدايه اول ما جيتوا تشتغلوا هنا، لو انا جيت اتكلم على طبيعه المكان هنا وابتديتوا تشتغلوا هنا من كام سنه والارض كانت نوعيتها وجوده المياه، هي رحله طويله، النجاح مش سهل. طبعا هو على هنا من 2000 بالظبط و4. طيب طبعا لما جيت هنا سلمت الارض واشتريناها، كانت الارض كلها طبعا صحراء، ما فيش زراعه، ما فيش حاجه خالص. بدات طبعا بدج الابار وبدات نزرع، نعمل شبكات الري ومهيت الارض للزراعه وزرعت الصيد زي ما انت شايف كده. طبعا الارض من بقالها فتره طويله تعبانه، لان طبعا كان في نسبه ملوحه بتطلع مع الميه، فالزرع ما كانش بيجيب جديد. يعني كنا مثلا بنصرف مثلا تسميد وبنصرف رش وبنصرف عماله وبنصرف كل ده، لكن ما بيجيش معاني فايده ولا نتيجه. ليه؟ من نسبه الملوحه عاليه، نسبه الملوحه هنا عاليه جدا، يعني فوق ال 2000 جزء في المليون. 2000 جزء في المليون، وكل ما بترجي كل ما بتطلع ملح من تحت الارض على الارض. تمام. لحد من سنتين تقريبا كده جبنا الجهاز بتاع شركه دلتا وطن، طبعا ركبته هنا، وعندي تغيير تام خلال السنتين دول بصراحه. يعني السير ده يعني زاد زياده يعني 100%، ما شاء الله، يعني الحمد لله. زاد في الحجم السيره نفسها، زاد في الانتاج في المحصول، زي ما انت شايف كده. يعني النمو الخضر اللي شايفه جميل، مع ان احنا خارجين من موسم صعب. الحمد لله. انت جيت صورت معايا المره فاتت كانت السيره متالمه، كانت يعني نص السيره دي بالظبط، اقل من النص كمان. في مشكله كانت بتقابلكم دايما ان انتم بترشوا مبيدات وبتحصل عندكم مشاكل بسبب ارتفاع نسبه الملوحه، اعفان، الموضوع ده اختفى، قللتوا الرش؟ طبعا. انا بالنسبه لي كده، بالنسبه للتسميد الاول، التسميد حاليا بيظهر مثلا على السيره، بيبدا معاه في البراعم، بيبدا في النمو الخضري، بيبدا في الحاجات دي كلها. التسميد خف، يعني الاول مثلا لو بنزود مثلا بنسمد بنسبه الفدان، بنديله مثلا 200 كيلو ازوت او 100 بوتاسيوم، لا بعد تركيب جهاز الدلتا ووتر ده، لو فتت الملوحه عندي وعمل امتصاص للاسمده عندي، ماشي، ده طبعا خفت التسميد خالص، يعني باقل يعني النص مثلا، هنقول النص. وبالرغم ان خفت النص، وال يعني الانتاج والمحصول والجوده علت عن الاول. خفيت النص لكن الجوده عليت عن الاول. يعني انا وفرت في الاسمده. طبعا. ودي تكلفه، يعني انا لما اجي اقول 50% يعني ال 1000 جنيه هصرف منها 500، وفرقت في الانتاج. في الانتاج وفرقت معايا كمان، مش في التسميد بس، في الرش كمان برضه. يعني الرش برضه بالوقت حاليا، حتى ما كنت برش برضه الاول، ما كانش الرش ده بيفيد على الايه؟ على الشجره. يعني مثلا ما بصرش معايا خالص. النهارده مثلا لو نرش مثلا رش مغذي بيبان على الشجره، لو هنرش رش مثلا حشري او رش اكاروسي بيظهر معايا مثلا على الثمره وعلى على الورق نفسه. التاجر لما بيجي يشتري منك ويخش المزرعه ما بيقولكش حاجه رايه، لان انت عارف ان ده بيبقى شاطر. هو طبعا يعني انا معايا مثلا كذا تاجر بيجوا معايا كل سنه هنا بيتفرجوا، بيلاقوا حتى الدنيا معايا اتغيرت، يعني لقوا مثلا الانتاج زاد، ولقوا الجو ده بالنسبه لي علت. ايوه. يعني السنه اللي فاتت مش عايز اقول لك كان كام تاجر كان يوم هنا بيتمنوا ياخدوها. ما شاء الله. يعني كانوا كم واحد كده مثلا يجي يدون عروض في الاسعار عشان يجي يشيل من عندي. ما شاء الله. لان الجوده طبعا اتغيرت خالص. رايك ايه في شجرك دلوقتي بعد استخدام هذه التقنيه؟ والله يا باشا الحمد لله السعره طبعا اتغيرت بنسبه 100%. قست الملوحه تاني او حللت الملوحه تاني؟ والله يا باشا احنا من قست الملوحه طبعا ما فيش دلوقتي تحليل، ما فيش، لان ما بتظهرش معانا دلوقتي ان الجهاز بيعمل لي تفتيت للايونات الملوحه دي خالص، فبتختفي نهائي.
فالزرق بيتبان معاها في الشجر. فدي خليتك خلاص انا مش هعمل تحليل تاني، انا كده مكتفي بالنتيجه. لا خلاص انا بالنسبه لي كده تمام الحمد لله. الناس كانت بتشتكي من الموسم ده عشان درجات الحراره. استخدام هذه التقنيه فرق معاك؟ طبعا كويس. كويسه مع الجوات. الحمد لله تمام، عطاني برضو جوده وعندني برضو انتاج السنه دي مش وحش. حاج حماده كودر انا بشكرك، وانا يعني سعيد ان انا موجود معاك لثالث مره. الله يخليك يا سعاده الرئيس، احنا متشكرين وبنشكر شركه برضو دلتا ووتر اللي هي صاحبه الجهاز وصاحبه فكره الجهاز اساسا، اللي هي مثلا معلش بنشكرها بقى يعني شكر ان هي مثلا اعطتني يعني زودتني في الانتاج، زودتني في المحصول، زودت الدخل المادي عندي ماشي، زودت الحاجات دي كلها بالنسبه لي يعني معلش يعني في كل حاجه. ده راي صاحب المزرعه اللي هو المستثمر اللي لو ما استفادش من استخدام اي مستلزم من مستلزمات الانتاج، لو اشترى سماد وما عجبوش هقول لك السماد ده مش حلو، لو اشترى جهاز وركبه او تقنيه وركبها وما عجبتوش الراجل ده مستثمر فدفع فلوس فهيقول لك رايه بصراحه. النهارده انا موجود مع الحاج حماده كودر لثالث مره، المزرعه ما شاء الله الشكل فرق واختلف، هوريكم نماذج داخل المزرعه لاماكن هو كان عاملها تجربه ما وصلش ليها مياه معالجه مغناطيسيا علشان يشوف الفرق، هوريكم الفرق ما بين الارض اللي بتروى بمياه معالجه مغناطيسيا وما بين الارض اللي بتتروى بمياه البير 2000 جزء في المئه. دي جزء عندي او نموذج دي شغال عليه جهاز دلتا ووتر اللي هو بتاع تقنيه معالجه المياه، ده النموذج اللي عندي في المزرعه. عندي نموذج تاني مش شغال عليه جهاز برضو هنشوفه، ده جزء تاني او نموذج تاني في نفس المزرعه برضو. النموذج دي او الجزء دوت في المزرعه مش شغال عليه جهاز دلتا ووتر او جهاز معالجه المياه، ده مش شغال على الجزء ده، المساحه دي ما فيهاش جهاز معالجه المياه دلتا ووتر. السيارة ضعيفه طبعا، هنا ما فيش محصول زي ما انتم شايفين، ما فيش انتاج خالص تقريبا يعني. انما طبعا النموذج الثاني اللي شغال عليه الجهاز بسم الله ما شاء الله يمكن انت شفتوه على الصوره، انما ده ما فيهوش خالص.